السلام عليكم اخويا، كدير؟ لاباس عليك؟ بخير؟ حوايجك مبروكه. اش كتحاول انت؟ امورك هانيه؟ وقبل هادشي كله كنشكرك اخويا، كنشكركم بزاف كلشي اللي واقفين معانا. يعني صراحة الله راكم ما نسيتوناش، لا انت ولا الاخ عبد الرحيم ولا الدكتور جمال ريان، الله يجازيه بالخير. يعني هادو ثلاثة اللي انا متبعاهم، ما نقولكش كنشكركم بزاف 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 اللي واقفين معانا، وعلى الاقل كتدخلوا علينا غير شوية ديال النفس، على الاقل كتدخلوا علينا غير شوية ديال النفس. احنا ما بغيناش نعرفوا هاد احنا شنو درنا لهم، اشنو ذنبنا حنايا، اشنو ذنبنا، اشنو درنا لهم؟ مين كيبغيو التصويت؟ حنا الاولى اللي كنصوتوا. مين كيبغيو شي حاجة؟ كان أخويا كان يطلبوا لنا وقالوا لنا تعاونوا الفقراء، كان طلبوا لنا نموتوا فيها ونحيوا فيها ونتقطعوا فيها ونضربوا الكرفة فيها ونعاونوا الفقراء، ماشي مشكل باش يجيو يديوها بالفلوطيلات. ما عندناش. أنا بعد اللي كنهضر لك حاليا، أنا بالنسبة لي أنا مريضة بالقلب، وكنت غندير العملية تما، طلبوا لي 14 مليون وانا زوجة مواطن. وشوف سبحان الله، جاني من رزق من عند الله سبحانه وتعالى، جاني انسان زوجت به سعودي وجيت لهنايا، وحتى هو حالته ما نقول لك، راه العالم الله، راه العالم بها غير الله. حتى هو مريض درت فيه خير ودار فيه خير، وجابني لهنا ودرت العملية ديالي الحمد لله هذيك قبل الكورونا بشهرين، قبل الكورونا بشهرين. يعني لو كنت مت ما يشوفوني لا عائلتي ولا ما نشوفهم، وما غاديش نسمحوا ليهم حتى لذاك الدار نتلاقاو كاملين تما. هادشي اللي داروه فينا راه عيب وعار، راه عيب وعار، عيب وعار اللي داروه فينا. انا دابا الحمد لله من قلت غادي نهبط نشوف والدي، يوم مقطعه نهار 13 في يوليوز مقطعه، وحتى واحد البنت قطعت اليوم اللي غادي تهبط معايا قالت لي انت عيانه وكل شيء، غادي انا غادي نقطع نمشي معاك في نفس اليوم باش الا كان شي حاجه ولا ما نقدرش نخليك بوحديتك. واش غادي نقول لك؟ صافي قطعنا، هادي شهر ملي قطعنا وكل شيء، ودابا من جا هذا القرار هذا نزل علينا كالصاعقه. ما عرفناش. انا بعدا زدت مرت، راجلي كيقول لي غير يكون ياني، راه الملك ديالكم غايدخل، راه حنا كنعرفوه، يعني محمد السادس الله ينصره لكم ويخلي لكم، راه حنا كنعرفوه كل حاجه كيدخل فيها ويدير يعني كيفتح الاخر. ولكن هاد الحكومه ديالكم اللي كدير هاد الشيء ليكم راه لا يعقل، لا يعقل. راه الملك عطيهم الحرية، عطيهم باش يعني نقدوا البشر ونقدوا كل شيء والمواطن وهذا، وهما كيخليو حتى شنو بدي نقولك، دايما كيخليو الملك يتدخل، دايما هو مريض مسكين وعيان وحنا كنطلبوا له الشفاء العاجل، الشفاء العاجل، ويدخل لنا في هذا الموقف هذا، يدخل لنا. رحنا صافي تحطمنا. انا بدا شخصيا كنهضر على راسي، والو ما بقيت، والو لا كناكل ولا كنشرب ولا كنعس، والو نهائيا ما كنعس. مرضنا، ما عارفينش راسنا شنو كنديرو، راه غير الروح اللي باقيه كتطلع وتهبط، راه غير الروح اللي باقيه كتطلع وتهبط. الوالده ديالي تما حتى هي مريضه مسكينه عاوتاني بالسرطان، وكنت كنشتغل ونبعث ليهم، الوالد طلبوا له 2 مليون ديال العمليه على العمود الفقري، كنت كنشتغل ونرسل ليهم، وجات كورونا ووقفت لينا سنه، ما خدمناش، ما دخلناش الريال، رحنا واكلين غير مع هاد ولاد الناس، هزينا وهزينهم، والله راه شهد على كل شيء. ولكن راه فقسه داروها لنا على القلوب ديالنا، صافي النفسيه ديالنا، كرهنا حياتنا، كرهنا نفسنا، صافي كرهونا. دابا حتى المغرب دابا نزلوا غادي نشوفوا فيهم نظره مزيانه، راه ما بقاتش ديك النظره، غادي نهبطوا ونشوفوا فيهم نظره مزيانه، صافي نخيالنا ونخافوا منه، عادي بقى خيالنا نتمشاو ونخافوا من خيالنا جاي ورانا شي واحد اللي طعننا مور ظهرنا.
ذبحونا يا أخي بمزحة، في دفعوا ذبحونا بمزحة في الصراحة الله، وضحكوا فينا اللي يسوى واللي ما يسواش. علاش هادشي كله؟ علاش؟ والله أخويا، وكان قالوا لنا غير ديروا يعني تفارضوا، وراه الجمعيات وتعاون المحسنين وتعاون يعني الفقراء وتعاون هذه، والله تنتقاتلوا ونجمعوا فيها كاملين ونعطيوا في سبيل الله. تخوتنا دوك راه مسلمين، كاين اللي ما عندوش العيد، كاين اللي باغي يفرح دارهم، كاين هذه عادي، ولكن باش يديوا اصحاب الاوتيلات اللي مبانينهم بالملايير، مبانينهم مني انا مليون الفرنك، وهذاك مليون الفرنك، وهذاك الفرنك، مين غادي نجيبهم؟ واش حسابهم عندنا حنايا؟ انا كنقلبوا الفلوس بالباله. راه والله ما كرفتي، راه والله ما حيتي الوسخ ديال بنادم، والله ما تاكل الريال. انا اللي كنهضر معاك والله العظيم، بالرغم ان زوج سعودي وتعرف الحرمات ديالهم، يعني ما كيخليهمش يخدموا، ما كاينش، وهادو يعني راه شنو نقول لك، راه من الناس الاصليين هكا، كشف الظروف ديالي وخلاني نمشي نخدم، ودابا من الحمد لله منين زعما تعافيت شويه وبريت وقمت على رجلي، وهذا الوباء تهز شويه الحمد لله. وانت عارفه البلاد هذه راه اقوى 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 بلاد من الاحترازات، راه حتى الطوارئ كما قال الوالد، كما قال الاخ مسكين داك النهار سمعت ليه، قال لك الطواليت وبقينا ندخلوا بتوكلنا، تطبيق توكلنا راه عنده الصح، راه في الرياض التواليت اللي زعما فخمة وضخمة راه كيدخلوا لها بتوكلنا. كيفاش هادي والعمرة كان مشيو بجرعة واحدة؟ يعني احنا غادي نختلطوا مع داك الناس، علاش ما هما ما غيخافوش علينا وعلى داك الناس؟ الا مشيتي غير لبي قالها هكاك، الا مشيتي غير خرجتي شي بلاصه هكاك، لي مول هكاك، يعني حتى الحدائق هكاك، يعني حشومه ويجي حتى لهما. وحنا شفنا بعينينا كل شي، الفيديوهات اللي كيتسربوا واللي تسربوا والفضائح اللي تما، وعاد باقي لهم وجه باش ما يحشموش على هاد على هاد الشيء اللي داروه. راه انا كنت منهم، انا نغطس راسي في الارض وتشق الارض وتبلعني، وما نبقاش ما بقاش انا عايشه بوجهي ممسوخ قدام الشعب. راه صراحه قال راه الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي، باقيه الروح اللي كتطلع وتنزل فينا، راه باقيه الروح اللي كتطلع وتنزل فينا، راه دمروني للحياه ديالنا، دمروها. راه ما نكذبش عليك، ما اليهودي يهودي يهودي شتي يهودي وما يديرش فينا هادشي، يهودي ما يديرش فينا هادشي. وانا اللي كنهضر معاك راه الريال كنجيبو بعرق جبيني، والحمد لله صاينا الشرف ديالي وصاينا الشرف ديال راجلي وكل شيء، وكنمشي نخدم حمام مغربي، حمام مغربي كنمشي ونحيد الوسخ ديال عباد الله باش نجمعوا الريال. اما خلي داك التحويلات، خلي داك الشيء اللي كان حولوا، كنزيدوا في الاقتصاد ديال البلد، ومنها كينتعشوا هنا، ومنها كنزيدوا في الاقتصاد ديال البلد. هاد الشيء راه ما شافوش، ما راعولوش، بغاو يجريسيونا، راه يجريسيني شفار شفار اللي كيقولوا الشفار الحراري، يجريسيني وما ياخدش، ما يلقاش عندي مليون وحلال عليه، الا لقى عندي 100 درهم راه حلال عليه، ما عندوش. ولكن باش واحد اللي كيشد من يد المليون كل شهر ويجي يقرسيني انا مليون الفرنك، راه عيب وعار، راه شتي ما هاد الارض المقدسه، راه الدعوه ديالنا الله سبحانه وتعالى، راها ما تفوتش، راها ما تفوتش، راها ما تفوتش. الا ما داروا لنا شي حل وكنطالبوا بجلاله الملك الله ينصرو، احنا ما نزيدوش همنا، ولكن راه اللي شغلهم هو اللي يشوف لهم حل، حيدهم من داك المناصب، راه ما يستاهلوش. واش الانسان مريض عقلاني، مريض كان مع الامراض النفسيه، ويجي يكون وزير الحكومه؟ راه لا يعقل، راه لا يعقل، الامراض النفسيه كلها يردها فينا احنا، راه ما صدقناهاش. راه عرفتي داز علينا بحال الكابوس، عرفتي بحال الكابوس، بحال اللي شي واحد حط لي مسدس على راسي وكيقول لي يا هكا يا هكا.
راه ما نكذبش عليك، راه ربي اللي عالم، راه ربي اللي عالم، راه ربي اللي عالم. وحنا الوالدين ديالنا ما عرفناهم نشوفوهم ولا يشوفونا، ويعني بغينا نوصلوا لصلة الرحم، نمشيو نديروا صلة الرحم ونعيدوا معاهم 3 سنين ما عيدناش، ويشوفونا ويشموا فينا غير الريحة ديال السلالة. يعني ما عرفناش هاد البشر هادو اش بغاو، اش بغاو، اش بغاو عندنا، اش بغاو. لو كان غير قالوا 3 ايام ديال الحجر والبي سي ار نخدموهم عندنا حنايا، ندفعوهم عندنا ماشي مشكل، ولكن مليون ديال الفرنك انا كنسمع، راه كل ما سمعت فيديو راه قلبي كيبغي يسكت، وانا اصلا قلت لك راني مريضة بالقلب، قلبي صافي كنبقى غير كنشهد. واش غادي نقول لك اخويا، الله يجازيك بالخير، الله يجازيك بالخير. نتوما راكم قايمين بالواجب تما، لان كما قلتي عندك اخت هنايا مسقط الراس ديالها في المدينه المنوره، يعني راه جابت، يعني راه انت كتدافع على الاخوتك المسلمين اللي هنايا. ولكن احنا بغينا جلالة الملك الله ينصره ويحفظه ويشافيه عاجلا. احنا بقينا هي تدخل، احنا لحم، احنا سفيرة، سفيرة ما بقى علينا من الاخرى، راه الا متنا راه ما نسمح لهم لا دنيا ولا اخرة، واذا ماتوا هذوك اللي عندنا في المغرب راه ما نسمح لهم لا دنيا ولا اخرة حتى هما. هما بالفرحة عليهم، وكما ما قالت الاخت كان نتواصلوا معاهم الحمد لله من التكنولوجيا وهذه، وكنشوفوهم مباشره وكيشوفونا مباشره في هذه الخرشاشه اللي اصحاب العقول، اصحاب العقول ماشي بحال حنايا. عندك دوز ما عندكش ما تدوش، شنو هي هذه؟ ما فهمتش انا هذا الشيء، هذا ما فهمتوش كاع نهائيا ما فهمتوش. واش غادي نقول لك اخويا، الله يرحم لك الوالدين، الله يرحم لك الوالدين، الله يرحم لك الوالدين. احنا بغينا صوتنا يوصل لصاحب الجلالة، بغينا صوتنا يوصل لصاحب الجلالة، راه مول القلب، مول القلب الكبير، مول الرحمة الكبيرة من بعد الله سبحانه وتعالى اللي كان نشدوه، ماشي الاخر ما كان اعترفوش به. صافي، ولا حد يبقى يصوت باش نعرفوا احنا على من كان صوتو، على من كان صوتو. صوت على واحد اللي يهدمك، ماشي واحد اللي يخلي اللي يرفع لك من القيمة ديالك والشأن ديالك. ولكن حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.